السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في المنتصف. والبداية من المستجدات في الملف اليمني، حيث قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في ذكرى 30 نوفمبر ذكرى رحيل الاستعمار البريطاني أن الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في عزها سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد. اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد، قائلا أنه يمن لن يقبل بالاستبداد، استبداد منطقة أو سلالة تحت أي مسمى أو غطاء. كما أكد الرئيس اليمني رفضه لما سماه بالسلام الملغوم. رسالة الثالثة إلى المجتمع الدولي كاملا، نؤكد مجددا أن الأحرار العالم جميعا رقبتنا الصادقة للسلام المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. لقد أعلناها مرارا وتكرارا لأننا لسنا دعاة للحرب، وسنظل نكررها حتى يعرف العالم كله من يرتكب الجرائم بحق شعبنا، من يدمر وينتهك، من يقتل ويلقم ويفجر. وها نحن نعلن اليوم لكل العالم بوضوح أننا سنتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام، ولكن السلام المستدام والشامل والعادل القائم على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإزالة كل الأسباب التي خلقت هذا الوضع. إن السلام الذي يذهب لمعالجة الأعراض وينسى أصل الداء لن يصنع سلاما حقيقيا. إن التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأسوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني، ولن يكون الإقليم والعالم بمنأى عن تداعياتها. أننا نبحث بكل قوة عن السلام، بل نحن أهل له، لأننا باختصار لسنا معتدين ولا انقلابيين ولا طائفيين، ولكننا لا نريد سلاما زائفا، لا نريد سلاما ناقصا مشوها، بل نريد سلاما عادلا شاملا، سلاما ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، سلام لا يحمل بذور تجديد الصراع وتأسيس دورات العنف قادمة. فلا يمكن نقبل تلقيم المستقبل وتأسيس الحروب لا نهاية. وللتعليق على هذا الخطاب وغيرها من مستجدات المشهد اليمني، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر بن هلابي، عضو مؤتمر حضرموت الجامع. مرحبا بك أستاذ عمر. مرحبا، حياك الله أخ صلاح. إذن هذا الخطاب كان في ذكرى 30 نوفمبر، ذكرى رحيل آخر جندي للاستعمار البريطاني من عدن. كيف تعلق ابتداء على هذه الذكرى؟ حقيقة أولاً أهني شعبنا في الذكرى 51 للاستقلال، وثانياً خطاب الأخ الرئيس كان خطاب حقيقة موفق، وضع نقاط على الحروف، أرسل رسائل واضحة وصريحة بأنهم داعين للسلام، بأن السلام هذا له أسس لا يمكن التنازل عنها أو إقفالها ولا يمكن تجاوزها. أسس السلام العادل الذي يسعى إليه الأخ الرئيس منذ أن استلم زمام الأمور هي المؤسسة أو المبادئ الثلاث التي قام عليها، وهي المبادرة الخليجية، قرار مجلس الأمن 22-16، ومخرجات الحوار الوطني. هذه أجمع عليها اليمنيين جميعا، وهو ما يلتزم به العالم من خلال إصدار القرار 22-16، وهذه أسس السلام التي لا يمكن تعديها أو تجاوزها، وأي تجاوز لها سيقود إلى 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 لن يقود إلى سلام مستدام كما نسعى إليه جميعا. طيب لماذا هذا الأمر لا يشعر به العالم؟ يعني أن يوقع اليمن في منطقة ملغومة فعلا كما عبر الرئيس اليمني، يريدون تسوية الأمر واستيعاب الحوثيين رغم أنهم لا يلتزمون بالقرارات الدولية والمرجعيات.
بالتأكيد هناك تداخلات إقليمية ودولية كبيرة جدا في اليمن منذ البداية، وهي أساسا هي صلب المشكلة، هي التداخلات الإقليمية والدولية في اليمن. نعم. ولكن هذا لا يمنع أو لا يعطيهم الحق بأن يفرضوا، ولن يستطيع أن يفرضوا ما يريدوا على الشعب اليمني وعلى قيادته الشرعية. نعم. هناك أسس لا يمكن التنازل عنها. الشعب اليمني صعب المرآة، لا يستطيع أي قوة لم تستطع عبر التاريخ أن تفرض عليه أجندة خارجية مهما كان ومهما كانت قوتها. وذكرى 30 نوفمبر هي إثبات لما حصل، بأن الدولة التي لم تغب عنها الشمس أخرجت فعلا لأنها لم تستطع أن تصمد أمام صمود وجبروت الشعب اليمني حقيقة. نعم. وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قال بأن الحكومة تسعى للسلام وأنها أنهت إجراءات لإفراج عن أسرى، لكن القرار البريطاني الذي تحضره لتقديمه لمجلس الأمن لا يخلو من أجندة خفية. نتحدث عن دور بريطاني في ظل ذكرى احتفال برحيل الاستعمار البريطاني. برأيك بريطانيا رغم أنها تفهم الواقع اليمني المفترض تاريخيا وتفهمه الآن، لماذا تصر على حلول قد تكون ليست في صالح اليمن؟ كل الدول يا عزيزي، كل الدول سواء بريطانيا او غيرها من الدول تسعى الى نوع من الى ضمان نوع من المصالح لها في اليمن. نحن في اليمن نتفهم المصالح المشتركه بين الدول وما يمكن التعامل به في حدود السياده اليمنيه. هناك مصالح يمكن التوافق عليها، ولكن أسس السيادة اليمنية وأسس المشروع اليمني لا يمكن تجاوزه سواء ببريطانيا أو غير بريطانيا. المشاريع التي تقدم وهي تنتقص من المبادئ والأسس والثوابت الوطنية لن يستطيع تمريرها ولن نقبلها كيمنيين، وهذا ما أكده الأخ الرئيس في خطاب بأن هناك ثوابت يجب الالتزام بها لتحقيق السلام، ونحن لا نرفض الشراكة مع أي دولة على المصالح المشتركة المتعارف بها ومن ضمن إطار السيادة اليمنية الوطنية. طيب إذا أنتم لا ترفضون الشراكة مع دول خارجية كما تقول أستاذ عمر، لماذا لا تقبلون الشراكة مع الحوثيين وتنهون هذه الحرب؟ الحوثي ليست هناك أي مجال للشراكة معه طالما أنه يحمل السلاح. الحوثي هم جزء من الشعب اليمني كمكون سياسي، من حقهم أن يكونوا مكون سياسي، من حقهم أن يخوضوا حتى الانتخابات السياسية بشكل سلمي، ولكن بحمل السلاح هناك انقلاب يجب إنهاءه، يجب تسليم السلاح كامل إلى الشرعية اليمنية قيادة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يقود اليمن في فترة انتقالية في أصعب مراحل تاريخ اليمن الحديث. عليهم أن يسلموا السلاح وعليهم أن يحتكموا إلى صناديق الاقتراع، ولا يمكن إلقائهم أو رفض الشراكة معهم في حدود الديمقراطية وحدود المجتمع المدني. طيب الرئيس اليمني كان جادا في مقال بخصوص أن اليمن لن تقبل بأي حل لا يستند للمرجعيات الثلاث، قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. هل قوة الرئيس اليمني برأيك تستند أيضا إلى سند شعبي؟ السند الشعب اليمني كله، القوى اليمنية كلها توافقت على مشروع توافقي للخروج كمخرج آمن للمشكلة اليمنية، وهي مخرجات الحوار الوطني. هذا المخرج الآمن كل يفسره حسب مصلحته، ولكن الجميع متوافق بأنه هو المخرج الآمن الوحيد، وهذا ما يصر عليه الأخ الرئيس وما يسعى إلى تحقيقه. ثانيا المرجع الثاني هو قرار مجلس الأمن 2216 والذي شخص القضية اليمنية وأقر بأن هناك انقلاب يجب إنهاء وهو انقلاب الحوثيين وإنهاء دور الميليشيات عامة في اليمن لتمكين وإعادة تمكين الشرعية. ثالثا مخرجات الحوار هذه هي التي أسسها المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية هي ما أسست لكل هذا، ولذلك هذه المرجعات الثلاث لا يمكن القبول بأي حل يخرج عن إطارها، لأن الحل الذي سيخرج عن إطارها سيعيدنا إلى نقطة الصفر
أو سيؤسس إلى كما قال الأخ الرئيس إلى ألقام وحروب داخلية أخرى لا تسعى للاستقرار بل تسعى لإطالة أو إدامة الاقتتال في اليمن. طبعا أنت سبقتني بالتعليق على خطاب الرئيس اليمني وكان لك ما اخترت. دعنا نعود الآن إلى موضوع ذكرى 30 نوفمبر وهي ذكرى يحتفل بها أبناء اليمن وخاصة المحافظات الجنوبية التي كانت تحت نير الاستعمار البريطاني. الآن حضرموت وهي يعني تحضر هذه الاحتفالية التي حررت الجنوب العربي، يراد لحضرموت الآن أن تكون منخرطة أيضا في مشروع آخر بعيد عن مشروع اليمن الاتحادي الذي يطالب به الرئيس الجنوبي الذي ينتمي لمحافظة أبين. برأيك ما هي الصعوبات التي تواجهها حضرموت الآن؟ حضرموت حقيقة هي وإن كانت ذات خصوصية يعني معترف بها أو مقر بها من الجميع، ولكن خصوصية حضرموت هي قد حددها مؤتمرها الوطني المؤتمر الجامع الحضرمي. حدد أسس للشراكة حضرموت بأن تكون حضرموت إقليم مستقل ضمن أي حل قادم، ولا يستطيع أي قوة أخرى أن تزايد على حضرموت أو تخرجها عن مشروعها. مشروع حضرموت هو مشروع الاستقرار، مشروع السلام المستدام للجميع، وبشراكة وطنية تضمن حقوق الجميع وتضمن خصوصية حضرموت وتحافظ عليه. يعني وجدنا أن الحضارم خاصة في مؤتمر حضرموت الجامع كانوا يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن المشاريع التي أحيانا تقودها جهات في محافظة الضالع ويافع وغيرها. يعني بعد 30 نوفمبر هل تشعر حضرموت فعلا أنه بخس حقها؟ حضرموت لا اعتقد ان هناك اي شخص في حضرموت او من ابناء حضرموت او قواها الوطنيه تنظر الى العمل الى الوضع بشكل مناطقي سواء بالضالع او يافع او ابين او غيرها من المناطق او حتى صنعاء. حضرموت تنظر الى مصلحه حضرموت اول، والقوى الوطنيه في حضرموت تنظر الى مصلحه الشعب في حضرموت نفسه. ماذا يريد؟ يريد الاستقرار، يريد حقوق كامله، يريد الاعتراف بحضرموت كخصوصيه مستقله كاقليم مستقل. نعم، ولكن لماذا الان؟ لماذا الان حضرموت تريد هذا الامر؟ هل التجربه التاريخيه جعلتها تشعر ان حقوقها كانت لم تنل حقوقها بعد رحيل الاستعمار؟ التجربة 67 وما بعدها إلى 90 وإلى اليوم حقيقة هي تجربة مأساوية بكل معنى الكلمة على حضرموت وعلى عدن وعلى شبوة وعلى كل المناطق تقريبا. هناك فئات معينة وهناك ترابطات قبلية أو ترابطات فئوية حصلت وسياسية مدعومة من هنا أو من هناك في مناطق معينة تصارعت على النفوذ، ولكنها لم تعطي الوطن حقه لا لحضرموت ولا لعدن ولا لتبوة، والكل كان مظلوم. ولذلك المظلومية الحضرمية هي نفس المظلومية العدنية، هي نفس المظلومية الشبوانية، هي نفس المظلومية المهرية. ولذلك الآن يجب أن نعود إلى ما يتوافق عليه الجميع، وهو أن يحكم كل منطقة أبنائها ويدير شؤونها ويحصل على حقوقهم كاملة في التنمية وفي الثروة وفي الشراكة الوطنية. يعني يمكن القول أن مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع هي متوافقة أيضا مع ما يريده الرئيس اليمني في يمن اتحادي من 6 أقاليم. ما مشروع حضرموت أن تكون إقليم يديره أبنائه ويكون ذو شراكة وطنية عادلة في السلطة والثروة، هو فعلا مشروع يجوز تطبيقه سواء ضمن الاتحاد اليمني او الستة اقاليم الذي يسعى اليها الاخ الرئيس او ضمن اي حل قادم، ولكن لان الحلول القادمه لا يمكن الجزم بها لانها ليست قران منزل ولكنها مصالح للشعوب تتوافق عليه. نعم. طيب كيف تنظر الى مصالح اليمنيين في اقليم حضرموت الان؟ هناك من يشتكي من ان التنمية في حضرموت ليست بتلك الصورة المثالية، هناك عدم تصدير للنفط، هناك إغلاق للمطارات، ماذا تطالبون من الرئيس حتى يكون لمشروع اليمن الاتحادي الجديد وجوده في حضرموت؟
أنا أتمنى حقيقة على الأخ الرئيس، يعني الآن بعد ما انطلق المشروع، مشروع إعادة الإعمار، وبدأ تنفيذ مشروع إعادة الإعمار في المكلا أمس تجشن بقيادة الأخ المحافظ فرس البحثني والأخ السفير السعودي في اليمن، هذا التدشين أتمنى أن يبدأ ليضع حجر الأساس إلى مثال إقليمي ليعلن إقليم حضرموت، أو يعطى حضرموت صلاحيات البناء لأنها لديها الإمكانيات أن تبني، ولكن هناك الإمكانيات يجب على التحالف أيضا أن يشارك، وأنا أطالب قيادة التحالف بأن تفتح المجال لحضرموت أن تكون مستقلة بقرارها، لتكون مثالا نموذجيا لما يريده الشرعية من حل، وما يريده الأخوان في التحالف، وهو الاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار. هذه تحتاج إلى فتح الميناء، فتح المطار الريان، فتح الاتصال الخارجي بحضرموت المباشر، وفتح المجال للحضارم لتصدير النفط، لأن أساس الاقتصاد اليمني هو مرتكز أساسا على صادرات حضرموت. نعم، كيف تنظر لتمثيل الحضارم في الحكومة اليمنية وفي مؤسسات الدولة؟ ما فهمت السؤال، لحظة لو سمحت أعد. نعم، أسألك أستاذ عمر، كيف تجدون تمثيل أبناء حضرموت في مؤسسات الدولة وفي الحكومة اليمنية؟ والله التمثيل حقيقة تمثيل لا يرقى لمستوى حضرموت، نحن لسنا راضيين حقيقة ولا قابلين بهذا التمثيل، هناك تهميش، وتهميش ربما من قوى متداخلة في الشرعية سعت إلى تهميش حضرموت ولا زالت تسعى، نحن نطالب الأخ الرئيس بأن يعيد سياسة النظرة إلى حضرموت ويعيد مراجعة التاريخ، بأن حضرموت بدأت تأخذ أماكن معينة وكانت لا زالت شوكة الميزان، لا زالت القيادة الحضرمية سواء في عدن كانت أو كانت في صنعاء أيام عفاش، كانت القيادة الحضرمية السياسية التي تقود البلد كانت هي عامل التوازن وعامل الوسطية، لذلك كان لها دور. الآن بدأت هناك قوة، ربما قوة في الشرعية سعت إلى تهميش حضرموت، وهذا حقيقة واضح، واضح التهميش وغير مقبول حقيقة. طيب، دعنا نسمع الآن إلى محافظ حضرموت السابق وهو الآن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، معلقا ربما على ما تذكره من تهميش لحضرموت وللجنوب بشكل عام، وطرح رؤيته من أجل تغيير ذلك. دعنا نسمع ثم نعود إليك. نحن هي مطلبنا في الأخير أن يكون مطالبنا أهدافنا الرئيسية هي الاستغلال واستعادة الدولة، لكن نقول في حالة الفشل لهذا الكلام يسلمونا إدارة الجنوب مثل ما سلموا إدارة الشمال للحوثيين، وكفانا شر المؤمنين، وبطلوا الفلسفة الزايدة من داخل الرياض ولا من داخل تركيا ولا من داخل مصر. نحن موجودين على الأرض ونحن نتحمل المسؤولية. نحن نشعر أنه المجلس الانتقالي لديه مشروع متكامل البنية. نحن حتى إلى درجة واضعين مسودة صيغة دستور، جاهزين بمجالسنا المحلية، جاهزين لحكومة ظل، بس باغي ننقض ونشل حظ الجنوب. إذا استمعنا إلى ما قاله أحمد بن بريك، أستاذ عمر كيف تعلق؟ الرجل يقول لديه حتى دستور جاهز، هل توافقون بأن يكون هذا المشروع هو مشروع حضرموت؟ أبدا، هذا أولا أحمد بن بريك لا يمثل حضرموت من قريب أو من بعيد على الإطلاق، أحمد لكنه محافظ حضرموت. أستاذ عمر، يا سيدي أحمد، ما احترامي وتقديري للأخ أحمد، اللي هو أحمد هو فعلا كان محافظ حضرموت، كان في حضن عفاش إلى أن عينه الأخ، أخذه الأخ عبد ربه منصور هادي من حضن عفاش إلى حضرموت، وهذا شيء متعارف عليه في السياسة أن يكون محافظ لحضرموت، وكان يمثلها، يمثل الشرعية في حضرموت ولا يمثل حضرموت، وعندما خرج من الشرعية اتجه إلى اتجاه آخر ليس له علاقة بحضرموت أو تمثيله، هو يمثل مشروع إقليمي متوافق عليه لخدمة أجندة خارجية لا تمثل الجنوب ولا تمثل حضرموت بالأساس، وما يتحدث به هذا لا ليس له مكان في الجنوب نفسها،
علينا أن ندرك بأن هناك تجاذبات وهناك تمثيل لمشاريع مختلفة وأجندات مختلفة خارجية وأقليمية، وأحمد بن بريك ومشروعه هو أحد هذه الأجندات. طيب يعني أنت ترى أنه لا يمثل الجنوب أستاذ عمر؟ أيضا هناك نقطة ربما تكون مخيفة أكثر، وهي العرض العسكري الذي تم القيام به في ذكرى 30 نوفمبر في عدن. وجدنا أن علم اليمن ليس مرفوعا فيه علم، وجدنا علم فقط ما كان يسمى باليمن الجنوبي وعلم الإمارات، وأيضا حضور شخصيات إماراتية، بينما لا يوجد أي حضور لممثلي الشرعية. أليس هذا أيضا من السلام الملغوم؟ فعلا هذا ما كان يقصد. أنا باعتقادي هذه الأمور وهذه ما تصير من تحركات وتجاوزات للأسف للأخوة في الإمارات بدعمهم لهذه الميليشيات، هناك تجاوزات، وهذا ربما كان يلمح إليه الأخ الرئيس في رسالته بأن هناك تلقيم للمستقبل تقوم به بعض القوى. هذا نوع من التلقيم حقيقة هذا لا يلام عليه فقط الأخ الرئيس، ولكن الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية نحن البعض يختصرها فقط في الرئيس عبد الرب منصور هادي. الشرعية نعم مختصرة في الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لأنه هو الشرعية الأساسية لليمن والمعترف بها، أما الدولة والحكومة والنظام هناك خارجية وداخلية للأسف لم يقوموا بدورهم حتى الآن في في في, في رفع وإعمال مشروع الشرعية. يعني أنت تجد أن الشرعية غائبة في مناطق اليمن المحرر؟ الإدارة الحكومية، إدارة الدولة غائبة. فمثلا وزارة الداخلية كيف يسمح الأخ أحمد الميسري، وأنا أعتقد أن هناك ربما شيء غير مقبول أو غير مفسر، بعد عودته من زيارته للإمارات بدأ نوع من السكون أو البيات الشتوي مثل ما يقولون، لا حركة لها في عدن بعد أن كان يعني ماسك يحاول يعيد عدن إلى الشرعية، ولكن للأسف الآن هناك حكم ودولة تحت في حالة حرب يسمح باستعراض ماليشيا، وأنا أعتقد أن هذه الماليشيات التي استعرضها عيدروس الزبيدي ومجلسه بدعم أو قبض طرف من الأخوة في الإمارات للأسف هي لا تختلف عن احتفالات حسن نصر الله في بيروت، وهذه مرفوضة. يعني أنت تقول بأن هذا الاستعراض يحول المجلس الانتقالي إلى ميليشيا وليس إلى مكون سياسي؟ باعتقادي نعم، هي لا تختلف عن استعراضات حسن نصر الله في بيروت إطلاقا، وأنا أحمل أيضا الأخ السفير المنهالي فهد المنهالي في أبوظبي عليه أن يقدم احتجاج على حضور الأخوة الإماراتيين لعرض عسكري بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، لأن إذا لم تتحرك السفارات، إذا لم تتحرك الخارجية نفسها ولم تتحرك وزارة الداخلية فلا يمكن أن نضع العبء كله على الرئاسة. الرئاسة لها حدود، وهي وضع ناس في أماكن معينة عليهم أن يقوموا بدورهم. السفارة اليمنية في أبو ظبي عليها أن تصدر بيان احتجاج ورسالة توجه رسالة الخارجية الإماراتية استفسار عن هذا، والسفارة في الرياض عليها أن ترسل رسالة أيضا وتتحرك بالتواصل مع الإخوان في الرياض على أن هذا عمل غير مقبول. أما أن نترك الحبل على الغارب ونحمل كل شيء بقرارات رئاسية، أنا أعتقد أن هناك خلل في إدارة الدولة حقيقة. نعم. طيب في تريم قتل الشاب أيمن بداود بعملية اغتيال مجهولة المصدر، أيضا وجدنا عمليات اغتيال في عدن. مثل هذا الجو الميليشاوي، يعني تواجد أجهزة أمنية، تواجد مسلحين مقاتلين لا ينسجمون مع أجهزة الدولة الشرعية، برأيك هل هو ما يعزز هذه الاغتيالات؟ علينا أن نفرق بين ما تحدث من جرائم وبين ما تحدث من اغتيالات موجهة. ما يحدث في 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 تريم أو في القطن أو في غيره، هناك اغتيالات، هناك جرائم، وهناك ربما بعض الاغتيالات الموجهة ولكنها قليلة جدا، ولكن لا يمكن ربطها بمثل كما يحدث في عدن. عدن هناك في مخططات وفي أمور قوة تصفيات تصفي بعضها، ميليشيات أنشئت تصفي بعضها، من انتهى دوره بدأت تصفيته، فهذه معروفة في الحروب كما حدثت في. طيب بس ما هو السبب لهذه التصفيات وكيف تنتهي؟ هذه قوة مدعومة خارجيا، طبعا الإرهاب لا زال موجود له أيادي، وهناك قوة أيضا متصارعة سياسيا تصفي بعضها، هناك فئات
أخذت نوع من الدعم على الأرض عسكريا، فبدأت تصفي خصومها، وهو حقيقة للأسف أنا يذكرني بما حصل في الستينات، وللأسف هذا يؤسس إلى 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 مستقبل مظلم. طيب في دقيقة، كيف يمكن أن تنتهي هذه الاغتيالات؟ أعتقد أنها أن الحل في عدن بالذات هو حل يجب أن يكون حل مباشر وبقرار صارم من قيادة التحالف، لأن ما حصل أمس في عدن من استعراضات لميليشيات، وما حصل من وما يحصل من اغتيالات، وما حصل من توافق واحتضان لميليشيات تهدد بالانقلاب على الدولة، أعتقد أن هذا القرار يجب أن يتخذ على أعلى المستويات من قيادة التحالف. إذن أنت تحمل المسؤولية للتحالف. طبعا أحمد بن بريك في الفيديو الذي أشرنا إليه سابقا كان يقول بأن التحالف هو من منع المجلس الانتقالي لإعلان الدولة، ولذلك الآن الكرة في ملعب التحالف، عليهم أن يتخذوا قرارا صارما لإيضاح هذه التصريحات، إما نفيها أو إذا السكوت علامة الرضا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر بن هلابي، اتضحت الصورة، عضو مؤتمر حضرموت الجامع، على مشاركتك معنا، وكل الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام. فاصل قصير ثم يصحبكم زميلنا حسين أبو شمالة في جولة الصحافة.